والحمد لله الذي بفضله وعظمته وقوته وجلال قدره يتم كل خير. الحمد لله على نعمة الإخوان، الحمد لله على نعمة الإخوان، الحمد لله على نعمة الإخوان. هذه النعمة العظيمة التي كدنا أن نفتقدها في هذا الزمن، ولكن الحمد لله الإخوان المتعلقين بالزاوية البصيرية والمتعلقين بالمدرسة البصيرية أدعو الله أن يحيوا هذه السنة العظيمة، وهي سنة الاجتماع وسنة المواساة وسنة التعبير عن الإخاء. لا يمكن أن أقول أي كلمة إلا أن أشكركم باسم الشيخ سيدي مولاي إسماعيل بصير حفظه الله وأبقاه وأدام توفيقه وتأييده، فشكرا لكم كثيرا وشكرا لكم جزيلا على هذه الخطوات المباركة. شكرا لكم على هذه الخطوات التي أبيتم إلا أن تعبروا بها لنا نحن جميعا عن محبتكم وعن مودتكم وعن صفاء أخوتكم، ونحن لا يمكن أن نقول لكم إلا أننا على هذا العهد، على عهد المحبة الذي منحنا الله عز وجل إياه ومنحنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه. ولهذا فأنا ألتمس منكم قبل أن تدعوا لهذا المولود الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله زيادة في الإسلام، قبل أن ندعو لهذا المولود ألتمس منكم أن تدعوا للأمة المحمدية كلها، صغيرها وكبيرها، حيها وميتها، ذكرها وأنثى، وألتمس منكم كذلك أن تدعوا لهذا البلد ولسائر بلاد المسلمين بالحفظ وبالأمن والأمان، وألتمس منكم أن تدعوا لهذا الصرح العلمي الرباني الصوفي الصافي بأن يزيده الله تعالى كل خير، وألتمس منكم دعوة صارحة لآبائنا وآبائكم وأجدادنا وأجدادكم، وألتمس منكم دعوة صادقة لشيخنا سيدي مولاي إسماعيل حفظه الله الذي ما فتئ يدفع بالناس إلى الخيرات، وما فتئ يضع يده البيضاء في كل خير، وخصوصا اليد التي تساهم في الحفاظ وفي حفظ كتاب الله عز وجل وسنة رسوله. كما ألتمس منكم أن تدعوا لجميع إخواننا وأحبابنا وأقاربنا وأهلنا وكل من له الحق علينا أن تدعو له دعوة خير، خصوصا دعوة الغيب، وخصوصا ونحن في هذه الليلة المباركة من شهر الله العظيم والمجلس مجلسكم، وأعتذر لكم عن هذه الكلمة الضعيفة القاصرة بين أيديكم، وأسمح. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، واختاروا أنتم من يدعو فكلكم ذو خير وكلكم ذو بركة، وجزاكم الله تعالى عنا خير الجزاء.